اللي حصل ان رئيس احنا بنقدم في كل الجامعات قالوا لنا ان الوزير نزل 2%. الوزير وعدهم الوزير السابق وعدهم ان نزل شفهيا ان نزل التنسيق 2%. اتصلوا بينا ومعانا ارقام اللي اتصلوا بيها مننا. روح على اساس روحنا قدمنا كل المقدمين في سينا واتقابلنا. قال لنا اسحبوا الورق. سحبنا الورق. احنا مش مقننين ان احنا نساله ورينا التنازل او مش التنازل. ودفعنا فلوس كامله وامتحنا الترم والنتيجه طلعت. رحنا عشان نثبت اوراق للولاد وكده اتضح لنا ان احنا مش مسؤولين. بعد ما دفعنا الترم الثاني يعني كنا دفعنا الترم الاولاني وامتحنا ودفعنا الترم الثاني قال لنا لا انتوا لسه مش معتمدين. ازاي قال دي مشكلتي واحلها. طب مشكلتك وتحلها امتى اذا كان الترم الثاني هتمتحن وخلاص؟ يعني احنا الولاد بره الصبيان هتخش الجيش. ولادنا يخش الجيش ولا يروح الكليه. دي مشكلتنا. عاوزين الوزير يحل لنا. ان ما كانش الوزير طالما الوزير اتهرب مننا ومش راضي يحل لنا رئيس الجمهوريه يحل لنا. رئيس الجمهوريه رايح يدور على التعليم بره نحل مشكلتنا هنا. احنا جينا نقدم مذكره لوزير التعليم العالي علشان يسجل الاولاد في تبع الوزاره لان هم بقالنا 3 شهور ما كناش نعرف ان هم مش مثبتين تبع وزاره التعليم العالي. اكتشفنا ان الوزير رفض يقابل الناس اللي كانت طالعه تقابله ومشى من الباب الثاني وان الامن اعتدى على اولياء الامور والطلاب ووقعهم وفي الاخر ما خدناش اي حاجه. فاحنا بنطلب من السيد الوزير ان يحل مشكله اولادنا، يحلها مع الجامعه مع اي حته وبنناشد رئيس الجمهوريه.